مدخل القرية الرئيسي هناك. تعال القرية الإماراتية مملكة العسل، مسوين خصم بمناسبة اليوم الوطني من اليوم ولغاية 30/12/2020. شوف معنا مملكة العسل، عندنا هني عرض رهيب جدا، محل رقم 112، خصم 50% على جميع أنواع العسل اللي عندهم. عندنا طبعا سدر جبلي، عندنا عسل الأبيض، وعندنا سدر ملكي، وعسل الزهور للعلم الأطفال مضاد حيوي قوي، وعندنا سمر الملكي رهيب، هذا حق الكبار أيضا، وعندنا بالزنجبيل حق البرد يدفيك، هذا ممتاز، وسدر بري ممتاز جدا. وهذه لا تفوتكم خلطة العرسان، هذه مقوية وباور تعطيك، وعندك الخلطة هناك مع أيضا عندنا عسل الأبيض. العرض الحين خليك متابع، شوف العرض الرهيب اللي بيعطينا شيخ صالح. مملكة العسل الملكي، معانا ناصر ومعانا صالح. أخوي صالح، شو عندنا من العروض؟ قل لي. عندنا اليوم عروضات اللي هي 50% خصم على جميع أنواع العسل. أيوة. بمناسبة العيد الوطني. جميل. وعندنا اللي يأخذ بألف درهم يحصل على هدية. شو الهدية؟ يأخذ بألف درهم؟ يأخذ عندك الشمع الإماراتي كيلو ونص. كيلو ونص شمع إماراتي. هذا إنتاج السنة هذه؟ إيه نعم. إنتاج جديد جدا. مرتب يعني خاص للعلاج. ما شاء الله. حلو حلو. وعندكم العسل الملكي الفاخر، هذا ممتاز، وصيدلي وطبيب للجسم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بنص السعر. إيه نعم. تمام. بعد الجوالين اللي هي 7 كيلو. 7 كيلو. زين، ندخل نشوف الجوالين. وعطنا الخصم على الجوالين أيضا 50% على الجوالين. 7 كيلو عسل، هذه أنواع العسل. كم السعر أول وكم السعر الحين؟ هذا كان 2000، الآن 1000 درهم. 1000 درهم. وهذا كان 2500، الآن 1250. هذا الصال الحار ممتاز، هذه شجرة حارة سبحان الله. يعني هذا العسل الحار ممتاز للحلق، يعني للكحة، للبلاعيم والكحة. نعم ممتاز، هذا شامل للأمراض. أيوة. وعندك السدر الملكي، هذا البي آي بي، هذا صيدلية وطبيب للجسم، شامل أي شيء علاج. 7 كيلو، سعره كم الملكي؟ الملكي كان 3000، الآن 1500. 1500 درهم. شامل التوصيل؟ شامل التوصيل، والتوصيل مجانا لأي مكان بالإمارات. شامل التوصيل، يا سلام. واللي يأخذ بألف درهم له خلية النحل. خلية يعني النحل كيلو ونص. متابعين أبو خليفة. جميل. وعندك هذا السدر البري كان 1500، الآن 750. 750، حلو، سعر رهيب. كان 2400، الآن 1200 درهم. حلو. وعسل الزهور كان 1000، الآن 500 درهم. هذا 500 درهم. يعني الاستخدام اليومي، عسل مع الفطور ممتاز. حق الأطفال وكذا ممتاز جدا. نعم حلو، جزاك الله خير، شكرا على العرض الطيب. طبعا هذه الخلية الإماراتية كيلو ونص مجانا. طبعا هذه إنتاج الإمارات للعلم، من جبال الإمارات. هاي الخلية مرة جاهزة، عقب ما تاكل العسل اللي داخل يطلع لك نفس العلكة تاكلها علج، صح ولا لا؟ ممتازة وصحية للجيوب الأنفية. للجيوب الأنفية، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف العسل داخلها. طبعا مملكة العسل عندهم الخلطة العجيبة، خلطة العرسان. عندنا اخونا ناصر، قل لي شو مكونات الخلطه هذه اللي هي للرياضيين، للعرسان، للكذا، للي يبذلون مجهود. طبعا العرسان مقوي عامه للجسم، يعني شامل للجسم. ايه شو اللي فيها؟ عندك يا طويل العمر، هذا اكبر النحل، اكبر النحل، مضاد حيوي للجسم كامل شامل. اوكي زين. وعندك هذا بذر الفجل مع بذر الكتان مع لبان الذكر، ممتاز. كامل المكس، ممتاز. هذا حتى للهضم، للجهاز الهضمي، شيء طيب. جميل. عندك هذا طويل العمر الجنسنج، الجنسنج مع طلع النخيل. نعم. وخيار البحر، غني حلو. عن التعريف بالذات طلع النخيل والجنسنج. نعم صحيح، وانا في الامارات يعرفونه. اللي هو هذا تابع لخلطة العرسان اللي هي مقويه عامه. صحيح. عندك هذه حبوب اللقاح، حبوب تقدر اللقاح تستخدمها حتى في خلطة للأطفال. جميل. حبوب اللقاح مع عسل الزهور، مضاد حيوي، هاي المناعة الشاملة، يعني شيء قوي يعني للأطفال. جميل. وعندك هذه باقي الأعشاب خفيفة اللي هي زنجبيل ومكسرات. ناصر شو عندنا هني؟ هذه الأعشاب العادية اللي هي زنجبيل مع المكسرات، هذا حبوب اللقاح، بس إن هذا النوع البري. البري ها؟ نعم. حلو، هذا البري ممتاز، يكون أفضل. جميل. نوصل لآخر شيء اللي هو غذاء ملكات النحل. غذاء ملكات النحل، نعم. هذا خطير عرفة. هذا نعم، هذا معروف. مع العسل، بدون العسل يعني هذا صيدلية وطبيب. نعم صحيح صحيح. ست تفاحة. اللي عند التهابات في الحلج ممكن ياخذ هذه، هاي ترى تعتبر مضاد حيوي للثه وكذا، ممتاز جدا، انا قريت عنها فعلا، جزاكم الله خير. هاي طبعا الخلطه اللي هي مقويه للجسم، مقويه للرياضيين، للي يبذلون مجهود، للعرسان، معروفه جدا، فيها مواد صراحه ما شاء الله ممتازه. واتكلم لكم عن تجربه، انا اكثر من سنتين اسوي اعلان حق الجماعة، حق صالح طبعا، صالح جزاك الله خير، وخصوصا ردود الأفعال، الناس اللي خذوا من العسل صراحة يمدحون فيه وممتاز جدا. بحط لكم قائمة بالأسعار، والتوصيل مجاني لأي مكان في الإمارات.
طبعا 50% على جميع انواع العسل. انا بحط لكم قائمه بالاسعار وانواع العسل والتوصيل مجاني لاي مكان والضريبه عليهم. طبعا الكيلو التي هذه الغرشه هاي معروفه طبعا عندنا غرشه الفيمتو وهذه ايضا البلاستيك كم كيلو؟ كيلو هذه كيلو وهذه كيلو نفس المقاس. نفس المقاس. اللي باب البلاستيك ولا اللي باب الزجاجة؟ أيوة. المقاس. عشان ما تنكسر يحطونها في البلاستيك أفضل توصل لأن الغرشة الزجاج تكسر. نعم. فلهسه توصلكم إن شاء الله كيلو وأي نوع تأخذونه خصم 50% والتوصيل مجاني. شكرا أخوي صالح. يعطيك العافية. جزاك الله خير. شكرا لك. الله يطول عمرك. ما قصرت.